مفضي أبو جلدة أكرم والده الشهيد وتبع خطاه، أحد أوائل الكوادر العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ بدايات تأسيسها، ومناضل شرس قاتل في معارك النكبة عام 48 والعدوان الثلاثي عام 56، وجندي في صفوف الجيش الأردني تلقى دورات عسكرية في ألمانيا ثم التحق بالعمل الفدائي عام 1962 متولياً مهام نقل الفدائيين والأسلحة من الأردن إلى فلسطين وتشكيل الخلايا المسلحة داخل الأرض المحتلة. كان كل ما سبق مخبأً خلف مظهر المزارع البسيط الذي يمضي وقته في العمل بأرضه الزراعية على ضفاف نهر الأردن دون أن يعلم أي من أفراد عائلته أو أصدقائه بما يقوم به هذا الفدائي الخفي الذين اعتادوا رؤيته عائداً لقريته طمون بأقفاص الخضار. مساء التاسع من أيلول العام 69 بزيه الكاكي والكلاشينكوف الذي عانق كتفه وما استطاع حمله من ذخيرة وقنابل، تسلل مفضي إلى بيت عائلته، ودع والدته وزوجته وأبناءه الستة على عجل كاشفا لهم أن الاحتلال بدأ بمطاردته والبحث عنه. سأذهب إلى الأردن وأرسل لكم حالما تستقر أموري. بهذه الكلمات حاول الفدائي أن يوقف دموع ابنته وزوجته وانطلق نحو إحدى المغارات قرب قريته طمون منتظرا حلول الليل لإكمال طريقه. بعد ساعات اصطدم مفضي أبو جلدة بكمين لجيش الاحتلال واشتبك معهم منفردا برشاشه وقنابله وارتقى شهيدا بعد أن أوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى ونقله الاحتلال إلى قريته ليتعرف عليه أهله ومنها إلى مقابر الأرقام التي لازال محتجزا فيها إلى اليوم. بسيرته وقتاله واستشهاده أحيا مفضي أبو جلدة سيرة والده أحمد أبو جلدة أحد الشخصيات التاريخية في الثورة الفلسطينية الذي شكل مع رفيقه خلية ثورية على طريق حيفا مرج ابن عامر أوجعت الاحتلال البريطاني بعملياتها وذاع صيتها وضربت فيها الأمثال وتغنت بها الأهازيج إلى أن وقعا في الأسر وحكم عليهما الاحتلال البريطاني بالإعدام ونفذه في سجن المسكوبية عام 1933.